احنا مؤسسة شكري بالعيد لمناهضة العنف، هيئة الدفاع عن الشهيد الرمز شكري بالعيد، وكل الأطراف اللي ساندت وتنسمي هيكم في البيانات المساندة موجودين اليوم بدعوة من مؤسسة شكري بالعيد لمناهضة العنف، اللي وعدناكم باش في كل المحطات نمدوكم بآخر الأخبار ومستجدات الملف، ومنخبيو على الرأي العام في تونس حتى شيء يتعلق بملف شكري بالعيد، وهذا اللي مشينا عليه منذ بدينا تولي الملف وبدينا العمل على إيجاد الحقيقة وهي الغاية الأولى والأخيرة، إيجاد حقيقة اغتيال الشهيد الرمز شكري بالعيد اللي نفذ واللي تستر واللي مول واللي حرض، وهذه الحقيقة اللي مناش باش نتراجعوا عليها مهما كانت الضغوطات. اليوم تعرفوا الكل اللي الإرهاب تشعب، الإرهاب أكثر من أنه توجد في تونس، لأنه وجود الإرهاب في تونس أعلن عليه شكري بالعيد منذ ما يفوق العام قبل اغتياله، وتحدث عليه وفصله وفسره ولم يجد إلا أذان صماء غير راغبة في أنها تقاوم هالآفة هذية. اليوم صارت الاغتيالات، إذا آفة الإرهاب هذية وهالغول الكبير للإرهاب أصبح جليا أنه تغلغل في تونس بكل الوسائل. الإرهاب اليوم نشوفوه عنده دبابات، عنده كلاشينكوف، عنده سلاح، عنده ناس تبرر له، عنده ناس تغطي عليه، وأخطر من هذا الكل أصبح عنده وسائل إعلام اللي تدافع عليه وتضلل معاه وتحب تخلي الرأي العام أيضا مرة أخرى يحيد على المسار الصحيح في اتجاه إيجاد الحقيقة، حقيقة اغتيال الشهيد الرمز شكري بالعيد. احنا طبعا عنا زوز نقاط في الندوة هذه. النقطة الأولانية وهي الأهم، أنا نحكي لكم فين وصل الملف بعجالة، وأيضا فين وصل التحركات التحسيسية في علاقة بملف شكري بالعيد، ونعطيها لكم في آخر التدخلات. وعنا النقطة الرئيسية هي البلبلة اللي حدثت مؤخرا من قبل وسيلة أعلام معينة، واللي حاولت، وهذا موقف المؤسسة وموقفي الشخصي، اللي حاولت من خلال بث شريط تغيير وجهة التحقيق في علاقة باغتيال شهيد الرمز شكري بالعيد، واللي حاولت تضليل الرأي العام التونسي الكل. المتدخلين باش يبينونا أبعاد الشريط هذا ولماذا تم بث الشريط هذا في الوقت هذا بالذات. الشريط هذا أعطى نتيجة أنا نعتبرها نتيجة إيجابية، لأنه أيضا ومرة أخرى بين عمق حب الشعب التونسي لشكري بالعيد الرمز، الرمز والذي سيبقى رمزا في تونس، لأنه بين عمق وعي الشعب التونسي، لأني الردود اللي شفتها واللي ريتها واللي سمعتها واللي التحاليل اللي سمعتها تغني على أنه نوضحه أكثر من هكيكة. ولكن ما لمسته أيضا من رغبة من الأصدقاء والمناضلين والناس واللي على الفيسبوك من أنه نوضحه للرأي العام بعض النقاط، وهنا باش نوضحه لكم في الجانب أساسا في الجانب القانوني. احنا تبعا للشريط هذايا كل قوى الحية في المجتمع تحركت، القوى السياسية تحركت والقوى المدنية تحركت، عديد الجمعيات اللي خرجت بيانات، أهم الأحزاب بالنسبة لنا وبالنسبة للقضية خرجت بيانات، وقد تكون هناك بيانات ستصدر قريبا. عديد الشخصيات الوطنية والدولية اللي اتصلت هاتفيا وأكدت على رمزية شكري بالعيد، وأكدت على أنه الشريط هذايا ما هو إلا تضليل للحقيقة. باش نسمي لكم بعض البيانات، الجمعيات اللي خرجت بيانات، ثم نمرر الكلمة
لممثل مؤسسة شكري بالعيد لمناهاة العنف وأحد مؤسسيها شوقي الديرزي. ثم نمر الكلمة على التوالي للأستاذ علي كلثوم، الأستاذة إيمان البجاوي، عن الأستاذ علي كلثوم عن هيئة الدفاع عن الشهيد الرمز شكري بالعيد، الأستاذة إيمان البجاوي عن جمعية المحامين الشبان، ونختم بكلمة أخت الشهيد الرمز نجاة بالعيد. البيانات اللي جاتنا إلى حد اليوم هي أساساً بيان توضيح وبيان مساندة وبيان تأكيد على رمزية الشهيد الرمز شكري بالعيد من قبل الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. البيان الثاني جانا من جمعية تونسية للمحامين الشبان اللي أكدت فيها على نفس المبدأ. جانا بيان من جمعية تونسية للنساء الديمقراطيات. جانا بيان من جمعية بيتي. جانا بيان من اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس. جانا بيان من لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببروكسل. جانا بيان من حزب الشهيد الرمز، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. وخرج بيان من الجبهة الشعبية، الجبهة اللي الشهيد الرمز كان أحد مؤسسيها. أنا مانيش باش ندخل في التفاصيل برشا، باش نخلي الكلمة للمختصين في كل مجال باش يجاوبوا على كل ما وجد في الساحة المدة الأخيرة. وفي الختام تنعطيكم آخر مستجدات الحملة التحسيسية في علاقة بملف الشهيد الرمز شكري بالعيد.